تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العظماء المئة. في هذه الحلقة سنستعرض سوية قصة بطل من أبطال الجزائر. وفي البداية يجب علي أن أعترف أن تاريخ الجزائر القديم والحديث كان شيئا غامضا بالنسبة لي، وأقسم أنني عندما قلبت صفحات التاريخ عن قصة الجزائر وجدت أن لهذا البلد العملاق تاريخا أقل ما يقال عنه أنه تاريخ يكتب بماء الذهب. وفي هذه الحلقة سنحاول استعراض لمحات من تاريخ الجزائر عبر قصة عظيم من عظماء أمة الإسلام ظهر في أرض الجزائر فغير من مجرى التاريخ. هذا العظيم هو البطل الإسلامي الكبير الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى، والذي قاوم الغزاة الفرنسيين وأذاقهم الهزائم تلو الهزائم في بلاد الجزائر الحرة، وذلك منذ تقدم فرنسا لاحتلال الجزائر عام 1827. وقبل أن نستعرض قصة هذا البطل العظيم، علينا أن نطرح على أنفسنا ثلاثة أسئلة: لماذا فرنسا بالتحديد؟ ولماذا الجزائر بالتحديد؟ ولماذا سنة 1827 بالتحديد؟ هل كانت مجرد مصادفة؟ أم أن كل شيء كان مدبرا بإحكام من الغزاة؟ ولمعرفة الإجابة عن السؤالين الأخيرين ابقوا معي لنهاية الحلقة لكي تعلموا أن أعداء الأمة يخططون بطريقة خبيثة وقذرة لكل خطوة في طريق حربهم ضد هذه الأمة. أما السؤال الأول، لماذا فرنسا بالتحديد؟ فسنجيبه الآن من خلال استعراضنا لحقائق تاريخية لن تستغرب بعد معرفتها من كون فرنسا هي الدولة التي تقدمت غيرها من الدول الأوروبية لتكون على طليعة الدول الاستخرابية. فرنسا كان لديها ولا زال إحساس بأنها هي المدافع الأول عن المسيحية الكاثوليكية، وسنشاهد عبر حلقات برنامجنا لاحقا إن شاء الله أنها لطالما كانت تمد الجيوش القشتالية في الأندلس بالمتطوعين والأسلحة في حربهم ضد دول الأندلس الإسلامية عبر مئات السنين. وحتى في شرق القارة الأوروبية كانت فرنسا دائما تدفع بالجنود الفرنسيين في حروب الخلافة العثمانية الإسلامية، وذلك لمساندة الدول المسيحية في شرق القارة، حتى ولو كانت فرنسا مع عداء مذهبي مع تلك الدول التي كانت تتبع الكنيسة الأرثوذكسية. لذلك فلن تستغرب أن الدعوة للحروب الصليبية مثلا لم تخرج من روما وإنما من فرنسا، وبالتحديد في مدينة كليرمون الفرنسية سنة 1095 عندما نادى منها البابا أوربان الثاني لقتال المسلمين. هل فهمت الآن سر عداء فرنسا لكل ما هو إسلامي؟ هل فهمت السر حساسية فرنسا من الحجاب؟ هل أدركت السبب وراء كون فرنسا أكبر معارض لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ إن دراستنا للتاريخ لا تنبع من كون دراسة التاريخ مجرد قصص نتسلى بها، وإنما ندرس التاريخ لكي نفهم الحاضر ولنستفيد منه في بناء المستقبل، وهذا ما نرمي إليه من خلال طرحنا لحلقات هذا البرنامج. نريد أن ندرس التاريخ لكي نبني من خلاله مستقبل أمتنا المجيد الذي حتما وبدون أدنى شك سيعود مشرقا من جديد. واحتلال فرنسا للجزائر لم يكن كما كان يعتقد بعض المساكين من أجل نشر الحضارة في الجزائر، فقد كانت الجزائر أكثر تحضرا ورقيا من فرنسا، بل إن فرنسا كانت عاجزة عن سداد ديونها الكبيرة لدى الجزائر وقتها، حيث كانت الجزائر تقرض فرنسا قبل غزو فرنسا لها، وكانت الحضارة العلمية والتقدم المدني في الجزائر يفوق بكثير التخلف الحضاري الذي كان سائدا في فرنسا. ويكفيك أن تعلم أن صناعة العطور الفرنسية جاءت بعد انتشار الروائح القذرة في شوارع باريس، الأمر الذي دفع الفرنسيين لصناعة العطور
للتخفيف من وطأة تلك الروائح الكريهة، بينما كانت شوارع الجزائر العاصمة مثالا حيا للتقدم الإسلامي. ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الرحالة الألماني فيلهام شيمبرا حين زار الجزائر في شهر ديسمبر من عام 1831، حيث قال: لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد تلك الشعوب الأوروبية. وحتى بعد الثورة الفرنسية، فإن فرنسا لم تتحول للعلمانية كما يظن الكثيرون، بل كانت نصرانية كاثوليكية وصليبية، ولعل ما جاء على لسان الفرنسيين أنفسهم ما يؤكد هذا القول. واقرأ إن شئت قول القائد الفرنسي كليرمون دي تونير عندما فرض حصارا على السواحل الجزائرية، حيث قال: ربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبة لنشر المدنية بين السكان الأصليين فندخلهم بذلك في النصرانية. وأيضا الوصف الذي قدمه قائد الحملة الفرنسية دوبيرمون، حيث قال: مولاي، لقد فتحت بهذا الغزو بابا للمسيحية على شاطئ أفريقيا، ولك أن تعلم أنه من أصل 112 مسجدا في العاصمة الجزائر لوحدها قبل الغزو الفرنسي لم يبق الفرنسيون إلا على 5 مساجد فقط، والباقي قاموا بهدمه أو تحويله إلى مخازن أو اسطبلات، ثم منعوا الحج تماما. وقام الجنود الفرنسيون بالنهب والسلب في بيوت المسلمين الجزائريين، حتى إن بعض من الفرنسيين كانوا يأتون بأقراط النساء بأذانهن بعد أن يقطعوها بالسكين. هذه المآسي نذكرها لنبين للمنبهرين بالإتيكيت الفرنسي أن الفرنسيين ما زالوا يرفضون الاعتذار للجزائر عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق المسلمين في الجزائر، بل إن البرلمان الفرنسي في عام 2005 سن قانونا يمجد في تاريخه في الجزائر واعتبره فعلا حضاريا. فإن كان ما فعله الفرنسيون في الجزائر حضارة، فسحقا إذن لحضارتهم. ومن بين ركام جرائم الفرنسيين في الجزائر خرج عظيمنا العملاق الأمير عبد القادر الجزائري ليقود حركة الجهاد الإسلامي ضد الغزاة الفرنسيين الصليبيين، وكان وقتها في بداية العشرينات من عمره، فوحد صفوف القبائل تحت إمرته وشرع بالنضال لطرد الغزاة، فأذاق الفرنسيين الويلات وكبدهم الخسائر الفادحة، الأمر الذي دفع فرنسا إلى إرسال جيش لتدمير الأمير وجنوده. وفي عام 1835 التقى الجيش الفرنسي مدعما بأحدث الأسلحة العسكرية آنذاك والمزود بمؤونة وذخيرة ومدافع بقيادة وزير الحرب الفرنسي تريزيل ليقابل الجيش الجزائري بقيادة البطل عبد القادر الجزائري في معركة المقطع. اسألوا جند الصليب، اسألوا جند التتار، هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار. فانتصر مجاهدو الجزائر بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري على الغزاة الفرنسيين في معركة المقطع الخالدة، وقتل مئات الغزاة الفرنسيين الصليبيين بأيدي أبطال الجزائر. ولفت الأمير عبد القادر الجزائري أنظار العالم إلى عبقرية فريدة، حيث إن عمره وقتها لم يتجاوز 26، فاستمر في توحيد الصفوف ومقاومة المستخرب الفرنسي، وابتكر نظاما جديدا لم يكن معروفا، وهو نظام العاصمة المتنقلة، فكان يتنقل بعاصمته من مكان إلى مكان، الأمر الذي أربك الفرنسيين لسنوات طويلة لاقوا فيها الهزائم تلو الهزائم، مما دفعهم في النهاية لعقد اتفاقية صلح مع الأمير. ولكن كعادتهم سرعان ما نقضوها،
فقام الجنرال بيجو باتباع سياسة الأرض المحروقة وارتكاب أبشع صور الجرائم. قال للجزائريين: سوف أقوم بحرق قراكم، وسوف أقوم باقتلاع أشجار الفاكهة لديكم. وحقنا لدماء الجزائريين الذين حرقت قراهم وحرقت جثثهم أحياء، استسلم الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري لكي يوقف الفرنسيون جرائمهم ضد الأطفال والنساء. فقام الفرنسيون بإرساله إلى سجن في فرنسا، ثم أطلقوا سراحه بعد سنوات من الأسر شريطة ألا يعود للجزائر. فسافر لعاصمة الخلافة الإسلامية إسطنبول، حيث استقبله الخليفة الإسلامي وأكرم نزله. فطلب منه الأمير أن يعيش في دمشق، فعاش الأمير في دمشق إلى أن توفي رحمه الله في عام 1300 هجرية، الموافق لعام 1883، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العجيب والجميل في قصة الأمير عبد القادر الجزائري أنه عندما كان يقيم في دمشق حصلت فتنة بين الدروز والنصارى، فقام الأمير بحماية آلاف النصارى الذين احتموا به، غير آبهم بما فعله النصارى بالمسلمين في بلاد الجزائر، ضاربا بذلك أروع صور السمو الإنساني الإسلامي لدعاة الحضارة من الصليبيين الفرنسيين. أما الآن فقد جاء وقت الإجابة عن السؤالين اللذين طرحناهما في بداية الحلقة: لماذا الجزائر بالتحديد؟ ولماذا عام 1827 بالتحديد؟ أما لماذا عام 1827؟ ففي هذا العام تم تدمير أسطول الخلافة الإسلامية في معركة نفرين، فعلم الغزاة الصليبيون أنه ليست هناك قوة بحرية تحمي شواطئ الجزائر، فلم ينتظروا طويلا فقام الأوغاد بغزو الجزائر في نفس السنة، وكان يطلق على الجزائر وقتها دار الإسلام والجهاد. الجزائر إذن كانت معنية بالتحديد، حيث كانت مركزا لأعظم قوة بحرية على وجه الأرض. تابعوا معي الحلقة القادمة لنتابع سوية قصة أخوين عظيمين غيرا مجرى التاريخ بأسره. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم واستفساراتكم على صفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك وتويتر. سنحاول الإجابة إن شاء الله على جميع الاستفسارات. شكرا لكم. أسوار تستر واسألوا قصر المدى إذ به القاقع كبر لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سر